وقد بنيت الأمة بحكام يعطلون الحدود ويمنعون من الجهاد في سبيل الله والقنوت في الصلوات الخمس، وعلماء يبررون هذه المواقف المخزية ويعلقون تخاذلهم عن نصرة الإسلام والمسلمين للسمع والطاعة للحكام في المنشق والمكره. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: وجدت في جامع بحي النسيم كتابا يوزع بكثرة وعنوانه دعنا نمت حتى ننال الشهادة، يتكلم فيه مؤلفه بانتقاص العلماء ويقول: ابتلينا بعلماء لا يقومون أو لا يقيمون الجهاد، ويتكلم ويسب الحكام، والناس ابتلوا بالأخذ من هذا الكتاب، فما الواجب علي حسبكم الله؟ هل يقول دعونا نموت؟ خلهم يموت، هل موت أحسن من بقائه؟ ولكن لو تجيبون لنا من هذا الكتاب يصيره. نعم.